صلى للإمام أحمد مما قصه الشيخ أبو العباس حفظه الله تعالى، وما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي وكيف قتل، وما حصل لأئمة كثر عبر التاريخ. انظر في كتب السير وكتب التاريخ كيف تعرض الأئمة من القديم إلى الابتلاءات، فصبروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير لما ذكر الدولة الفاطمية وكيف كانوا يعذبون أهل السنة، قال: جمعوا أكثر من 4000 عالم وعابد. 4000 عالم وعابد جمعوهم على أن يتكلموا في أصحاب رسول الله، يقولون: اترك الترضي على أصحاب رسول الله أو نقتلك. قال: فكلهم صبروا فقتلوا على الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الصبر على السنة ومن الاحتساب في ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك أوصى أئمة السلف بالصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وكف عما كفوا، فإنه يسعك ما وسعهم. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. هذا بيان وسطية أهل السنة والجماعة والسلفيين في كل أبواب الدين. السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. قال: فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا فيما مضى أقل الناس، وهم أقل الناس فيما بقي، وهذا هو الواقع. قليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء، فالقلة أو الكثرة ليست دلالة على الحق، بل إن أهل السنة من صفتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره السلف، أنهم كانوا أقل الناس فيما مضى وفيما بقي. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا تعجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلك كثر، طرق الضلال كثيرة. لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن ممن نجا كيف نجا، لأن الفتن كثيرة والصابر على السنة قليل.